بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في مركز مدينة دير الزور حي الشيخ ياسيب. قامت عصابات الأسد بعد أن قصفت هذه المدينة بالدبابات وبالهاون وبالمدفعية وبالطيران التي لم تجدي نفعا لهذه المدينة الصامدة، قامت الآن بقصف المدينة بالصواريخ. هذا الصاروخ قام بالانفجار في مركز المدينة في منطقة الشيخ ياسين. شاهدوا إلى الدمار الذي خلفه هذا الصاروخ. كما أن المدينة الآن تشكو نقصا في الدواء والمواد الغذائية، وبالأخص مواد الأطفال ومواد الغذاء. معكم الآن المراسل أبو جعفر الديري من مركز مدينة دير الزور حي الشيخ ياسي.